بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية يا جماعة، موضوع مهم جدا كلينيكال، موضوع مهم جدا للامتحانات. هو اسمه كاردياك أوتبوت، أو الاختصار بتاعه COP. طيب تعالوا كده مع بعض الأول نشوف إيه النقط اللي إحنا هنتكلم عليها في محاضرة النهاردة. أول نقطة طبعا هتيجي في بالنا يا جماعة هو الديفينيشن، يعني إيه كاردياك أوتبوت. نقطة رقم 2، physiological variations in the cardiac output. نقطة نمبر 3، factors affecting the cardiac output. في نقطة رابعة أنا هقولها كده بسرعة لأنها خلاص ما عادتش موجودة أصلا، اللي هي ال measurement of the cardiac output. تعالى الأول نبدأ بموضوع ال definitions. إيه تعريف ال cardiac output؟ قبل ما نعرف ال cardiac output في بعض النقاط كده يا جماعة هنسترجعها لما خدنا ال cardiac cycle. لما خدنا الكارديك سايكل كنا قلنا ده الفينوس ريتيرن اللي بيرجع عن طريق سبيرو انفيرو فينا كاف، لو انا بتكلم على رايت سايد او بلموناري فينز، وانا بتكلم على ليفت سايد، وادي الفنتريكل. تمام، قلنا ان بيبدا اول فيز دورنج ريلاكسيشن اسمه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، الهدف منه ان انا كنت بقفل الصمام بتاع الاورطه واوطي البريشر جوه الفنتريكل لصفر. ثم بعد كده يحصل ماكسيمم فيلنج فيز، ان يتفتح هنا كده اهو، يتفتح الصمام اللي عندي اللي هو الاي في فالفز، فيبدا نزول الدم من الاتريا الى الفنتريكلز على مرحلتين. المرحله الاولى سميناها رابيد فيلنج فيز، المرحله الثانيه سميناها سلو فيلنج فيز. في نهايه المرحلتين دول بيكون الفنتريكل اتملى تقريبا من 70 ل 75% من كميه الدم راجعه للقلب. يجي اخر فيز في الكاردياك سايكل اللي هو الاتريال سيستول، اللي بيتوافق دلوقتي معايا يا جماعه مع ليت فينتريكولار دايستول. انا دلوقتي الفنتريكل في مرحله ريلاكسيشن، خلاص بعد انتهاء الريلاكسيشن بتاع الفنتريكل او بعد امتلاء الفنتريكل ب 70% من الدم، يجي بقى الاتريال سيستول، يعني الفنتريكل لسه ستيل في مرحله ايه يا جماعه؟ في مرحله الريلاكسيشن، فينزل ال 30% من الدم. اذا في الحاله دي الفنتريكل بقى ممتلئ ب 100% من البلد. 100% من البلد مليين الفنتريكل في نهاية الدايستول. This is the first definition اسمه end diastolic volume. End diastolic volume. End diastolic volume is the amount of the blood in each ventricle by the end of diastole. في نهاية الدايستول. بيساوي تقريبا كام يا جماعة؟ في كل cardiac cycle بيرجع للفنتريكل تقريبا من 110 ل 130 مللي بلد. اوكي تمام، يبقى ده اسمه اند دايستوليك فوليوم. اوكي، يجي بعد كده الفنتريكل هيخش في مرحله الانقباض. فطبعا مرحله الانقباض قلنا بيعدي بثلاث مراحل، اول مرحله لها ايزومتريك كونتراكشن فيز، ماكسيمم ايجكشن فيز، ثم ريديوسد ايجكشن فيز. الفنتريكل بيضخ الدم، بعد ما بيضخ الدم الفنتريكل يا جماعه بيبقي عنده تقريبا 50 مللي بلد، من 30 الى 50 مللي بلد. يبقى 50 انا ضخيت دلوقتي الدم اهو، اللي هم كانوا كام؟ كانوا جايين لي 130 مللي بلد، ضخيت كميه معينه من الدم، اتبقى عندي اباوت 50 مللي لتر بلد، 50 مللي تبقوا في الفنتريكل في نهايه السيستول. فده الديفينيشن نمبر 2 بنسميه اند سيستوليك فوليوم. اند سيستوليك فوليوم ذا اماونت اوف ذا بلاد ريمينينج ان ذا فنتريكل باي ذا اند اوف سيستول، اللي بنسميه بصوا كده معايا عشان ما تنساوش يا جماعه ريزيدوال فوليوم. كلمه ريزيدوال يعني متبقي، متبقي. اوكي، يعني الفنتريكل تقريبا بيبقي عنده يا جماعه 50 مللي بلاد، بيبقى عنده 50 مللي بلاد ليه؟ احتياطي. هو كده كده الفنتركل بياخد النارشمنت بتاعته عن طريق الكورونري ارتريز. افرض ان حصل اي مشكله في الكورونري ارتريز، فانا بفضل عندي 50 مللي او ببقي عندي 50 مللي بلاد عشان اقدر اخد منهم الاكسجين عن طريق عمليه الديفيوجن. فده اسمه اند سيستوليك فوليوم. طيب يا جماعه، من الديفينيشن نمبر 1 والديفينيشن نمبر 2 استنتج ايه؟ استنتج ان الفنتريكل
ضخ تقريبا 80 مللي بلد، صح ولا ايه؟ انا بقول لك دلوقتي انا معايا 100 جنيه صرفت منهم مبلغ، اتبقى معايا 30 جنيه. ها يبقى انا صرفت كام؟ يبقى انا صرفت 100 ناقص 30، سهل الموضوع خالص. انا بيجي لي 130 مللي دم، بضخ بيتبقى عندي 50 مللي دم، اذا يبقى انا ضخيت كام يا جماعه؟ 130 ناقص 50. This is called، خد بالك كده معايا بقى يا جماعه، stroke volume. stroke volume الاختصار بتاعه اس في. عرفت الاختصارات دي؟ الاي دي في، اي اس في، ثم الاس في. اس في stroke volume. كلمه stroke يعني ايه يا جماعه؟ كلمه stroke يعني ضربه. The amount of blood pumped by each ventricle per beat. كمية الدم اللي القلب بيضخها في الدقة الواحدة. يبقى الستروك فوليوم بيساوي ايه القانون بتاعه بقى؟ هيبقى ال end diastolic volume minus end systolic volume. يبقى بيساوي ايه يا جماعة؟ 130 minus 50 يبقى حوالي 80 مللي بلد. طيب خد بالك معايا بس عشان ايه الموضوع ما يبقاش فيه لخفنة. انا كل مره اهو بيجي لي 130 مللي بلد، اضخ منهم كام يا جماعه؟ اضخ منهم 80 وبقى عندي 50. طبعا ال 50 دول يجي عليهم المره الجايه 80 عشان يبقى ال 130، اضخ 50 غيرهم. انا مش هبقى ال 50 هم الباقيين عندي، لان الدم لو ركن هيحصل له ستاجنيشن فبالتالي يحصل ثرومبوزس. لا انا الفكره ان انا كده كده ببقي عندي من الدم اللي جاي لي 50 مللي، تمام؟ يجي عليهم 80، اضخ 80 وافضي عندي 50. يبقى اذا انا امتلأت ب 130، ضخيت 80 وبقى عندي كام يا جماعه؟ وبقى عندي 50 مللي بلد. طيب تعال نشوف الديفينيشن نمبر 4. انا دلوقتي في الدقه الواحده، في الدقه الواحده ضخيت 80 مللي بلد. طب الفنتريكل بيدق تقريبا 70 او 60 دقه في الدقيقه، يبقى اقدر اعرف الفنتريكل يا جماعه بيضخ قد ايه في الدقيقه. This is the most important definition. هو ده الدرس بتاعنا يا جماعه اللي اسمه COP او cardiac output. يبقى ال cardiac output الديفينيشن بتاعه the amount of blood pumped by each ventricle per minute. عشان كده احنا بنسميه يا جماعه minute volume. يبقى ال cardiac output بيساوي حاصل ضرب حاجتين stroke volume times the heart rate. اهو يطلع تقريبا المتوسط كام يا جماعه؟ 5000 مللي، يعني حوالي 5 لتر بير مينيت. الموضوع سهل خالص يا اخوانا. بسرعه بقى كده، اند دايستوليك فوليوم هو عباره عن حجم الدم المتبقي في الفنتركل في نهايه الدايستول. اند سيستوليك فوليوم حجم الدم المتبقي في الفنتركل في نهايه السيستول. يبقى بطرح الاثنين يبقى اذا انا عرفت كميه الدم اللي الفنتركل ضخاها في الدقه الواحده. This is called stroke volume. stroke volume. بمعرفه الاستروك فوليوم اقدر احسب ايه يا جماعه؟ cardiac output. ان انا بضرب الاستروك فوليوم تايمد الهارت ريت. يعني الفرق ان الاستروك فوليوم هو نفس الديفينيشن بتاع الكارديك اوتبوت، بس الفرق بير. استروك فوليوم اماونت اوف ذا بلاد بامبد باي اتش فنتركل بير بيت في الدقه الواحده. كارديك اوتبوت هو عباره عن ذا اماونت اوف ذا بلاد بامبد باي اتش فنتركل بير مينيت. بير مينيت يعني يا جماعه في الدقيقه، عشان كده احنا بنسميه مينيت فوليوم اللي هو حوالي 5 لتر بير مينيت. اما اضرب بقى ال 80 في ال 60 يدينا 4800، اما اضرب ال 80 في ال 70 يدينا حوالي 5600، يعني المتوسط تقريبا كام؟ 5 لتر بير مينيت. القانون ده يتحفظ صم يا اخوانا. كاردك اوتبوت حاصل ضرب الستروك فوليوم في الهارت ريت، عشان لما نتكلم عن فاكتور افكتنج حالا. طيب تعالى بقى التو ديفينيشنز يا جماعه باقيين. انا كده خدت كام؟ خدت فور ديفينيشنز. تعالى ديفينيشن نمبر 5، حاجه اسمها ايجكشن، ايجكشن فراكشن. انت اللي هتستنتج القانون. بص معايا كده، انا لما اقول لك والله انا اديتك 100 جنيه ماشي كده يا جماعه، حضرتك صرفت منهم 80 جنيه، يبقى انت صرفت قد ايه؟ 80% من المبلغ. انت قسمت النسبة اللي انت صرفتها على المبلغ الكلي. هي نفس الفكرة بالظبط. انا بيجي لي 130 مللي بلد، ضخيت منهم 80 مللي بلد، يبقى انا ضخيت قد ايه؟ ده اسمه الاجكشن فراكشن. يبقى الاجكشن فراكشن عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن ستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. الاندو دايستوليك فوليوم يعني ال 80 على ال 130، تقريبا اكتر من نص بشويه. المفروض تطلع النسبه اكتر من او يساوي 60%، اكتر من او يساوي 60%. انا هستفاد ايه من الاجكشن فراكشن ده يا جماعه؟ هو ده بيتحسب روتين لما بنيجي نعمل موجات صوتيه على القلب الايكو. انا بحسب الاستروك فوليوم، بحسب الاندو دايستوليك فوليوم، وبشوف الاجكشن فراكشن بتاع الشخص قد ايه.
اذا لقيت الايجكشن فراكشن اقل من 60% معناه ان الباور اوف ذا كونتراكتيليتي اوف ذا هارت اوف ذيس بيرسون از ديكريزد. لو لقيت الايجكشن فراكشن بتاع الشخص اكتر من 60% معناه ان الباور اوف ذا كونتراكتيليتي اوف ذيس بيرسون از انتاكت. اذا انا باخد الايجكشن فراكشن كاندكس عن الباور اوف ذا مايكارديال كونتراكتيليتي، انا بحكم بيه على قوه القبضه بتاعه عضله القلب. يعني لو انا جاي لي مثلا 130 مللي ضخيت منهم 30 مللي بس، فلاقي النسبه قليله جدا، لما اقسم ال 30 على 130 معناه ان القلب بتاع الشخص ده مش عارف يضخ كل الايه كل الدم اللي جاي. اخر ديفينيشن بقى حاجه اسمها الكاردياك اندكس. الكاردياك اندكس هو عباره عن سي او بي تايمد المتر المربع سكوير متر تايمد سكوير متر. يعني ايه كلمه سكوير متر يا جماعه؟ يعني انا بقول لحضرتك اي قراءات فيها المتر المربع هي قراءات دقيقه. يعني بص معايا كده، انا لو جيت قلت لك والله الكاردياك اوتبوت عباره عن 5 لتر في الدقيقه لكل الناس، طيب انا بقول لك الكاردياك اوتبوت لا المفروض يتحسب بالنسبه للكيلو، طيب انا بقول لك الكاردياك اوتبوت المفروض يتحسب بالنسبه للوزن، ما هو الكيلو هو الوزن المفروض يتحسب بالنسبه للطول. طب انا لو قلت لك الكاردياك اوتبوت المفروض انا بحسبه بالنسبه للوزن والطول، يبقى من الادق يا جماعه؟ لا طبعا، انا كل ما بدخل قراءات عندي كل ما يبقى القراءه بتاعتي اكيوريت، كل ما بدخل وحدات. عشان كده احنا بندخل حاجه اسمها سكوير متر. سكوير متر هو عباره عن العلاقه ما بين الوزن والطول، كل واحد كده هو عباره عن كيرفز كده يا جماعه، هناخدها ان شاء الله في كتاب الميتابوليزم السنه الجايه. هي عباره عن كيرفز كده بتجيب العلاقه ما بين وزنك ان كي جي والهايت بتاعك ان متر. فيعني لو الشخص اللي احنا دايما بنقيس عليه واحد وزنه 70 كيلو مثلا وطوله 170 سنتي، هنلاقيه تقريبا 1.6 متر مربع. فالكاردياك اندكس عباره عن 3.2 لكل لتر لكل متر مربع، لتر لكل متر مربع. يعني انت بتحسب انا كم متر مربع وبضرب 3.2 لكم لتر. يعني سي مثلا انا حسبت طلعت مثلا 2 متر مربع، يبقى اذا المفروض الكاردياك اوت بتاعي 6.4. طيب انا 1.5 متر مربع بضرب 1.5 في 3.2 وهكذا. يعني الكاردياك اندكس هو ميزته ان انا بقدر اقارن الكاردياك اوتبوت بتاع الديفرنت ايه different people. بعد ما تحفظ القراءات ده يا جماعه، لو اي حد قريبك عامل ايكوكارديوجرافي موجات صوتيه على القلب افتحها وما تخافش. انت بشويه اناتومي بس ابقى انا عارف يعني ايه فينتريكل، وعارف يعني ايه اتريوم، عارف يعني ايه اورتيك فالف، عارف يعني ايه بالمونري فالف، عارف يعني ايه شويه اناتومي بسيط خالص مع شويه الديفينيشنز اللي قدامك دول، هو ده تقرير الايكو موجات الصوتيه بتتعمل على القلب. هتلاقي الايكو حاسب لك الاند دايستوليك فوليوم قد ايه، حاسب لك الانس ستروك فوليوم قد ايه، حاسب لك الاستروك فوليوم، حاسب لك الكارديك اوتبوت، مديك الاجكشن فراكشن. يبقى اذا انا دلوقتي اقدر اعرف اقرا الايكو كويس جدا من غير ما تخاف ولا تنخض. تمام، تعالوا بقى في الكلام ده على السلايدز اللي قدامنا يا جماعه بسرعه كده اهو. ده اول تعريف الاند ستروك فوليوم. التعريف الثاني اند ستروك فوليوم، خلي بالك اكتب لي عليه كده عشان ما تنساهوش، ريزيدوال فوليوم. كلمه ريزيدوال يعني متبقي، اللي هو حوالي 50 مللي او 40 ل 60 مللي. اذا انا استنتجت ايه؟ ان الاستروك فوليوم بيساوي الاند دايستوليك ناقص الاند سيستوليك، يعني حوالي 70 مللي او 80 مللي. 130 ناقص 60 او 130 ناقص 50 يديني 70 ل 80 مللي. يعني معنى كده ان الاستروك فوليوم يزيد امتى يا جماعه؟ لو زاد الاند دايستوليك وقل الاند سيستوليك. خد بالك بقى من المعلومه دي اهو، لان انا بطرح ده ماينس ده، يبقى اذا القيمه تزيد امتى؟ لو الاند دايستوليك زاد او الاند سيستوليك قل. عشان كده حسبنا بقى اهو الكاردياك اوتبوت بير مينت يبقى بتساوي حاصل ضرب الاس سي في تايم ذا هارت ريت 70 في 70 بحوالي 5 لتر بير مينت ات اي طبعا ات ريسيس كولد مينت فوليوم اور كاردياك اوتبوت. اهو يبقى الكاردياك اوتبوت هو حاصل ضرب الاتش ار في الاستروك فوليوم، هو ده اللي هينقذك لما تيجي الشخص وانت بتلعب رياضه، القلب بتاعك هو اللي هيشيلك يا جماعه زي ما نشوف حالا دلوقتي. تمام، الكاردياك اندكس انا بستخدم الكاردياك اندكس اهو في المقارنه ما بين الديفرنت بيبل، ان انا بقسم الكاردياك اوتبوت على السيرفيس اريا. المفروض تطلع النسبه كام؟ 3.2 لتر لكل متر مربع بير مينت، ودي قراءات دقيقه يا جماعه، لان المتر المربع ده بيجيب العلاقه ما بين الويت، ما بين الويت انا وزني كام والطول بتاعي كام والهايت اهو. فانا بدل ما اقول كده كلمه عامه كاردياك اوتبوت 5 لتر في الدقيقه، طيب افرض واحد وزنه 200 كيلو وواحد وزنه 50 كيلو، هل الاثنين يبقوا زي بعض؟ لا يستويان طبعا يا جماعه. واحد طوله مترين وواحد طوله متر، هل يستويان؟ لا يستويان طبعا. طب انا لما ادخل القراءتين في بعض
لا انا بحسب انا كام متر مربع وبضرب في 3.2، يبقى انا كده حسبت الكاردك اوتبوت بتاعي اكيوريتلي كام بالظبط. الديفينيشن الاخير هو الايجكشن فراكشن، ان انا بقسم الاستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم، المفروض تبقى النسبه اكتر من او يساوي 60%. It is a sensitive indicator of the myocardial contractility زي ما قلنا، دي تكتب باي ايكو، ايكو اللي هي الموجات فوق صوتيه على القلب. ماشي كده يا جماعه؟ تمام. هنشوف السلايد اللي بعدها بقى اللي هي variations in the cardiac output. variation in the cardiac output ممكن يبقى حاجة من اتنين، either physiological variations or pathological variations. physiological variations ده طبيعي، يعني انت لما بتلاقي الكارديك اوت بتاعك زاد شوية او قلل شوية ده طبيعي، يعني مثلا بعد الاكل، لان طبعا بعد الاكل عمليات الهضم digestion عمليات الابسوربشن بتتم، فالكارديك اوتبوت عادي اكسبكتد ان هو يزيد 25%. طبعا 25% من ال 5 لتر يا جماعه، يعني ربع ال 5 لتر حوالي لتر ونص، يعني ممكن يبقى 6 لتر 6 لتر وربع، ده عادي مفيش فيه مشكله خالص. الحراره مثلا الوارمث برضو بتزود 25% عشان الفازو دايلاتيشن. الايموشنز بتزود وان فولد، يعني بتزوده 100%، يعني ممكن نوصل ل 10 لتر. البريجننسي انكريز ات تو فولدز، بتزوده 200%، ممكن نوصل 15 لتر، لان طبعا في ميتابوليزم للطفل وميتابوليزم للام. ماسكولار اكسرسايز ممكن تزود 5 فولز او 7 فولز على حسب هل انا شخص رياضي ولا شخص مش رياضي، يعني الشخص الاثليتكس ممكن يزود 700%، يعني ايه 700%؟ 7 اضعاف، يعني 7 في 5 ب 30 ب 35، حطهم على الخمسة يبقى ممكن يوصل الكارت اوب بتاعه ل 40 لتر يا جماعه، 40 لتر، يبقى انا زايد 40 لتر في الدقيقه، والكارديك اوتبوت نورمالي في الريست 5 لتر، يبقى انا الزياده عندي كام؟ 35 لتر، ده معناها 7 اضعاف، فاهميني كده؟ وده اللي هناخده ان شاء الله المحاضره الجايه باسم كاردياك ريزيرف بامر الله. طيب يقل برضه فيسيولوجيكالي في حالات الستاندنج زي ما نشوف دلوقتي حالا، انا لما ابقى قاعد او واخد وضع الرؤاد اللي بنسميه ريكامبنت بوزيشن، ولما اجي اقف مره واحده طبيعي ان الدم بيتجمع اكتر في الطرفين السفليين باي ذا افكت اوف ذا جرافيتي، فمتوقع ان الكارديك اوتبوت يقل باي اباوت 25%. كولد برضو بيقلل الكارديك اوتبوت بحوالي 25%، ده كله فيسيولوجيكال فاريشنز. طيب باثولوجيكال بقى فاريشنز، لا طبعا الكارديك اوتبوت ممكن يزيد في حالات الانيميا، يزيد في حالات الفيفر، حالات الهايبر ثايرويديزم، حالات الاورتيك ريجارج. الحالات ده يا جماعه بنسميها هايبر دايناميك سيركيوليشن، اللي عايز يعرف الاسم ده يعرفه، هايبر دايناميك سيركيوليشن، يعني احط معاهم بقى كمان البريجننسي عشان بس يبقى الايه الكامله، والاكسرسايز. هنا احتياج الجسم من الكارديك او يبقى اعلى، اعلى من الشخص النورمال. فيعني مثلا انا في الفيفر في ميتابوليزم عاليه جدا، الانيميا انا عندي الار بي سيز قليله، فالفيسكوزيتي قليله، فالكارديك او يبقى اعلى عشان يعوض النقص اللي حاصل. الهايبر ثايرويديزم هرمون الثيروكسين مزود الميتابوليزم في خلايا الجسم كلها. اورتيك انكومبتنس لو في ارتجاع في الصمام المترائي في الصمام بتاع الاورطه، فانا بضخ الدم، جزء من الدم بيرجع تاني على الفنتركل، فلازم ازود الكارديك اوتبوت عشان اتغلب على الدم اللي بيرجع مره تانيه. ده الاكسرسايز، البريجننسي، الحالات دي كلها بنسميها هايبر دايناميك سيركيوليشن. تمام. يقل باثولوجيكالي انكريز اور ديكريز الهارت ريت، هنشوف دلوقتي حالا. ديكريز الكورونري بلاد فلو، الدم رايح للقلب قليل، حجم الدم بيقل. الهارت فيلير، القلب مش عارف يضخ الدم. فالفولار ليجن طبعا باستثناء الاورتيك ريجارج، يعني في اي مشكله في القلب بتعوق ان القلب بيضخ الايه يا جماعه؟ بيضخ الدم. ده بنسميه variations in the cardiac output either physiological or pathological. method of determination of the cardiac output، ده خلاص يا جماعه ده موضوعات انتهت خلاص، ما عادش موجوده في الكتب ولا في التكست، ما عادش لها اي 30 لازمه. يعني احنا دلوقتي طبعا بنستخدم الايكو كارديوجرافي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو موجات الصوتيه اللي على القلب، طريقه سيمبل، طريقه نوت انفيزيف، انا ما بحقنش العيان باي حاجه، مفيش صبغه بحقنها له ولا اي حاجه، ولا بشكه. هو كل القصه ان انا بجيب شويه جل كده بحطهم على القلب وبجيب البروب، فعارفين زي السونار بتاع البطن والحوض بس بيتعمل على القلب. انا ببقى شايف الاناتوميكال، ببقى شايف الهارت الاربعه تشامبرز، بقيس الضغط جوه التشامبرز، بشوف الفالفز وهي بتتحرك، بحسب الاند دايستوليك فوليوم، الاند سيستوليك فوليوم، منها اقدر اطلع الاستروك فوليوم، الهارت ريت، وبقدر احسب الكارديك اوتبوت زي ما قلنا من شويه. يعني فيعني دي مش مهمه ابدا، مش مهمه، بس تعرف لي بس الايكو اللي هي الموجات الصوتيه اللي على القلب. نشوف بقى اخر نقطه معانا في المحاضره بتاعتنا، اللي هي فاكتور افكتنج او فاكتورز افكتنج ذا كارديك اوتبوت. هي انا مش يعني هم اربع نقط
انا بستنتجهم من قلب القانون بتاعنا يا جماعه. احنا قلنا ان الكارديك اوتبوت هو عباره عن حاصل ضرب ستروك فوليوم تايمد الهارت ريت، طبعا اهو ادي ستروك فوليوم في الهارت ريت. اذا هتبقى العوامل اللي بتاثر على الكارديك اوتبوت هتبقى رقم واحد هارت ريت، رقم اتنين ستروك فوليوم. طب ايه بقى اللي بيأثر على الستروك فوليوم؟ عندي ثلاث نقط، اول نقطه هي البريلود، النقطه الثانيه افتر لود، النقطه الثالثه مايوكاردال كونتراكتيليتي. يبقى دي خلي بالك كده، ادي النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، دول اللي هم بيأثروا على الستروك فوليوم. فالقانون اهو يا جماعه، ادي الستروك فوليوم في ايه؟ في الهارت ريت. انا في رايي، رايي انا ان انا لو لما اطلع من اولى طب عارف يعني ايه بريلود وعارف يعني ايه افتر لود، ده بالنسبه لي انف. موضوع مهم جدا 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 يا اخوانا، حتى ليك انت في شغلك بعد كده ان شاء الله في الكلينيكال، لان شغلك بعد كده كله في الكلينيكال في الكارديو، يقول لك يعني ايه بريلود ويعني ايه افتر لود. تمام، تعالوا نشوفهم كده مع بعض ايه المقصود بالنقاط دي، كل عامل من ده ازاي بيأثر على الكاردياك اوتبوت. شايف الراجل اللي راكب العجله ده اللي شايل الكاس قدامي اهو، في التعريف بتاع الكاردياك اوتبوت عشان افهم يعني ايه كلمه بريلود. انا دلوقتي ماشي بالعجله يا جماعه، قدامك اهو ماشي بالعجله، فلما امشي بالعجله في حاجه بتزقني من ورا اهو، ده بريلود. كلمه بري يعني بيفور، يعني من ورايا، بريلود. اوكي، وانا بمشي بالعجله اوكي، في قدامي ريزيستنس موجوده، يعني انا ماشي دلوقتي على الارض، هل الارض دي اسفلت ولا الارض دي ارض مش ممهده، الارض دي فيها اتراب، الارض دي فيها كذا، this is called after load. يبقى after load مقصود بيها يا جماعه ريزيستنس، المقاومه اللي بتبقى قدامي. تمام، انا دلوقتي بضغط رجلي على البدال بقوه معينه، يبقى ادي الكونتراكتيليتي، فهمشي بسرعه معينه ادي الريت. اه شباب، ادي الاربع نقاط اللي بتاثر على الكارديك اوتبوت قدامك، هارت ريت، بريلود، مايوكارديال كونتراكتيليتي، اند ريزيستنس ان فرونت اوف ذا هارت ويتش از كولد افتر لود. هارت ريت، ستروك فوليوم، فاكتور افكتنج ستروك فوليوم، الثلاث حاجات دول يا جماعه اهم. ممكن تحفظها بطريقه ثانيه، ممكن اقول هارت ريت في ستروك فوليوم واحط معاهم نقطتين، نقطه البريلود والافتر لود، يبقى دي الاربع نقط. تعالى بقى نشوف كل نقطه من دي ازاي بتاثر على الكارديك اوتبوت، والسؤال هيجي لي ازاي في الامتحان بعد ما اخلص الليكشر ان شاء الله محاضره، هقول لك السؤال بيجي لك ازاي في الامتحان. تعالى نفهم يعني يا جماعه بريلود يعني افتر لود. انا قدام الهارت اهو يا جماعه في الدياجرام ده، الهارت وظيفته انه بيتملى بالدم اللي انا لسه واخدها حالا دلوقتي، اللي اسمه اند دايستوليك فوليوم. انا بملى اهو، املى اند دايستوليك فوليوم، فوليوم اوف ذا بلاد ان ذا فنتريكلز باي ذا اند اوف دايستولي، بيساوي تقريبا 130 مللي بلاد. جم امتى؟ في نهايه الدايستول، قبل ما الفنتريكل ينقبض. اذا ذيس از ذا بريلود، ليه اكتر من اسم، بريلود، اند دايستوليك فوليوم، الاسم العبيط يعني فينس ريتيرن. الاسم الاجمل منهم الثلاثه كاردياك انبوت، سي اي كاردياك انبوت، الدم اللي راجع للقلب. This is the preload يا جماعه. This is the main determinant factor affecting the cardiac output. انا دلوقتي هضخ الدم بناء على الدم اللي راجع لي اهو، انا بملى الناحيه الشمال اهو، بملى الناحيه دي عشان افضي الناحيه دي. تمام، طب انا دلوقتي هفضي انا مثلا شغال على ده الليفت فنتريك زي ما اشتغلنا في السايكل كده، لما اجي افضي هلاقي قدامي الريزيستنس. الريزيستنس دي معموله من ثلاث حاجات يا جماعه، اول مقاومه قدامي معموله من الصمام الاورتيك فالف، يبقى ده اول ريزيستنس. المقاومه الثانيه معموله من نص قطر الشريان الدايمتر اوف ذا ارتريول، ده ثاني ريزيستنس. المقاومه الثالثه ودي اهم مقاومه، هو احتكاك الدم بجدار الشريان، This is called arterial blood pressure. اهو انا دلوقتي لما ابقى ماشي اهو، خد بالك كده معايا، ماشي ان ارتري، قلنا نرسمها كده بالاحمر عشان الدنيا تبان، وده هيبقى الموضوع الليكتشر اللي احنا هنبدا فيها ان شاء الله بعد الكارديك اوتبوت. بص معايا كده يا جماعه، ده الشريان اهو، This is the artery. انا ضخيت الدم في الشريان، شوف الدم ماشي ازاي يا جماعه، تعالى معايا كده اهو، حضرتك ملاحظ ايه؟ بص كده الدم، ملاحظ ان الدم اللي ماشي في المنتصف هو واخد اعلى سرعه، كل ما بقرب من الوول اوف ذا ارتري بلاقي السرعه بتقل. ليه السرعه بتقل؟ لان الارتري وهو ماشي
في فريكشن فورس بينه وبين الوول اوف ذا بينه وبين الوول او البلاد وهو ماشي في فريكشن فورس بينه وبين الوول اوف ذا ارتري. This is called the friction force between او the lateral force between the blood and the artery is called arterial blood pressure. ضغط الدم الشريان يا جماعة. And this is the afterload. Okay. يبقى afterload معناها resistance in front of the A, in front of the ventricle. Hypertension, vasoconstriction, aortic stenosis. دول التلات حاجات اللي زودوها. اعكس hypotension, vasodilatation, aortic incompetence. اصطمام مفتوح خالص. تمام؟ دي التلات حاجات اللي هم يقللهم الافترلود. تعال بقى نشوف النقطة المهمة. البريلود هيأثر ازاي على الكارديك اوتبوت؟ والافترلود هيأثر ازاي على الكارديك اوتبوت؟ الفينوس ريتيرن او البريلود يا جماعة. It is the main factor affecting the cardiac output. خلي بالك الاسماء تاني يا اخوانا. Venous return, preload, cardiac input, end of the diastolic volume. كله بنفس المعنى. The main factor affecting COP هو CIP. CIP, cardiac input. اللي هيحدد لك cardiac output. لو زاد ال venous return, هيزيد ال cardiac output and vice versa. طب جات منين الميكانيزم؟ تعالى نمشيها زي الرياضة كده ببساطة خالص. انا دلوقتي لو زاد ال venous return. خدت انا قبل كده في حاجتين. The initial length of the heart with the limits will be increased. When the initial length of the heart will be increased, the force of the myocardial contractility will be increased and of course هيزيد ال stroke volume. قانون ستارلينج. ارجع بالذاكره قانون ستارلينج فرانك ستارلينج لو. برضو خدنا المحاضره اللي فاتت لو زاد ال venous return هيزيد ال rate heart rate Pembridge reflex and Pembridge effect. يبقى ال venous return لما زاد زود القوة اللي هي ستارلينج ستروك فوليوم وزود السرعة اللي هي الهارت ريت ده اللي هو بيمبريدج. طيب بما ان سي او بي بيساوي حاصل ضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم فانت لما زودت الفينوس ريتيرن زودت الهارت ريت وزودت الستروك فوليوم يبقى منطقيا الكارديك اوتبوت يا جماعة هيزيد طبعا. تمام دي الميكانيزم اللي بيها الفينوس ريتيرن بيزود الكارديك اوتبوت. عشان كده انا بقول لحضرتك ان the main factor affecting the COP هو كمية الدم اللي راجع لايه؟ كمية الدم اللي راجع للقلب يا جماعة اللي هي الـ venous return او الـ preload. طيب ايه بقى العوامل اللي بتأثر على الـ venous return نفسه؟ يعني انا دلوقتي هل الـ venous return بيزيد او بيقل في factor affecting الـ venous return؟ طبعا يا جماعة تعالى نشوف الـ factor affecting الـ venous return هي عبارة عن ايه؟ هي رسمة انا هرسمها لحضرتك هو I think ان هي موجودة في الكتاب 7 او 8 نقط انا هختصرهم لك في رسمه واحده دلوقتي وبعدها هنقراهم من الكتاب مع بعض حالا دلوقتي يا جماعه. انا قدامي الهارت اهو ده الرايت اتريوم كل الدم راجع عن طريق السبيرو فينا كافا والانفيرو فينا كافا. هضخ الدم انا بتكلم على الليفت سايد يبقى من خلال الارتريز اوكي اهو طالع هنا طبعا هو ماشي اتفقنا هيكون في احتكاك هو ده الافتر رود بقى يا جماعه الارتريال بريشر اهو ماشي. الارتري بيصغر بعد كده بيديني حاجه اسمها ارتريولز الدم هو ماشي في الارتريولز نتيجه ان نص القطر بتاعها قل ده يديني بقى ريزيستنس تقابل اسمها ارتريولر ريزيستنس هنتكلم عنها المحاضره الجايه اسمها بريفرال ريزيستنس. بعد كده يخش على الكابيلاريز الكابيلاري ده المكان اللي بيحصل فيه الاكستشينج فيزلز بينها وبين التيشوز ويطلع بعد كده الدم الباقي يخش عن طريق مين يا جماعه عن طريق الفينوس اند بتاعه الكابيلاريز اهو املى بقى يا عم املى 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 الفينز املى الفينز ورجع الدم عن طريق السبيرو انفيرو فينا كافا. الرسمه اللي قدامك ده يا جماعه خلاص احنا فهمناها نعدلها بقى شويه كده تدينا الرسمه دي عشان اشوف الفاكتورز افكتنج الفينوس ريتيرن تو ذا هارت. انا بقى بقول لك ببساطه خالص ان كل لما ده يزيد كل لما ده هيزيد طبعا كل لما الانبوت يزيد كل لما الاوتبوت يزيد باي ذا تو ميكانيزمز اللي احنا قلناهم ستارلينج اند بامبرج ريفلكس. ايه بقى العوامل اللي بتاثر على الدم الراجع هنا يا جماعه؟ تبدا القصه من اول الهارت اهو بص معايا كده رقم واحد pumping force of the heart pumping force of the heart of course لو واحد عنده strong power of the heart انه بينقبض هيزق الدم كده هيزق الدم هنا هيطلع الدم هنا كده لكن لو واحد عنده weakness of the heart الناس اللي عندها heart failure بيخش بعد كده في vicious cycle لو الهارت فيلير بتاعه not compensated مش عارف يضخ الدم انا عندي الموتور نفسه عطلان فبالتالي الميه مش هتطلع يا جماعه ادي الفكره ببساطه يبقى رقم واحد البامبنج فورس اوف ذا هارت. انزل بعد كده على مين؟ على الارتريولز هنا في المنطقه دي هلاقي قدامي اربع نقط بتتحكم عندي. النقطه رقم اثنين هتبقى الدايمتر اوف ذا ارتريولز.
تلاتة الديامتر اوف ذا كابيلاريز، أربعة ديامتر اوف ذا فينيولز، خمسة الأرتيريال بالسيشن. هنحط التلات نقط دول مع بعض كده ومعاهم الأرتيريال بالسيشن ونسميها فاسكولار فاكتور. بص باختصار خالص، أنا عندي الشريان أو الأرتريول ده مدخل، الفين ده مخرج. يعني إيه يا جماعة بقى الكلام ده؟ أنا لو عملت أرتريولار دايلاتيشن وسعت الأرتري أنا فتحت المدخل، يبقى الدم هيزيد وبالتالي هيزيد الفينات ريتيرن. طب لو أنا عملت أرتريولار كونستريكشن، لو أنا قفلت المدخل هنا، يبقى بالتالي الدم اللي هيطلع من الأرتريول ده على الكابيلاريز هيقل، ومن ثم الدم اللي هيجي من الكابيلاري على الفينز هيقل طبعا. يبقى لو حصل ارتريولار كونستريكشن هيقل الفينس ريتيرن. العكس بالنسبه للكابيلاريز وبالنسبه للفينز. ليه العكس بقى؟ تعال شوف معايا، لو حصل كابيلاري دايلاتيشن هنا كده، زي ايه مثلا يا دكتور؟ زي مثلا في حاله الريليز اوف ذا هيستامين ان كيس اوف ذا انافيلاكتيك شوك، واحد عنده حساسيه من البنسلين، خد امبول بنسلين، فالبنسلين طلع هيستامين، الهيستامين راح عامل كابيلاري دايلاتيشن. فلما الكابيلر تبقى دايليتد الدم يركن في الكابيلر يا جماعه، ما يرجعش على الفينز. اوكي، يبقى الفينس ريتيرن اقل، وده اللي بيدخل الشخص في شك، بنسميها هيستامين شك. عشان كده في مصطلح جميل قوي في الجراحه، انا يعني كان دايما بيتقال لنا كده، كنت عمري ما انساه عشان يعرف موضوع الكابيلر ديليتيشن ده، يقول لك ذا بيرسون بليدز انسايد هيز او هير بلاد فيزلز. كان الشخص، هو الشخص ما فقدش دم، هو كل القصه ان الكاباسيتي اوف ذا سيركيليشن زادت يا جماعه، الكابيلاري دايليتد، فالدم ركن في الكابيلاري، يبقى كان الشخص بينزف جوه الاوعيه الدمويه. هو في نزيف جوه الاوعيه الدمويه؟ لا، دي كنايه على ان، على ان ايه حجم حجم او المساحه اللي كان موجود فيها الدم، الحيز اللي كان موجود في الدم كبر، فبالتالي ما عادش في فينوس ريتيرن، فالدم اللي راجع للقلب هيقل، فالكاردياك اوتبوت اوف كورس هي ايه؟ هيقل. نفس الكلام بالنسبه للفينز، لو حصل فينو دايلاتيشن، شوف الحته هنا كده الفينز وسع المنطقه دي كده، الدم يركن هنا ما يعرفش يرجع، لان الفرق بين الارتري والفينز ايه؟ ان الارتري فيه تون، فيه بولس، فيه نبض، هو واخد نبض من القلب يا جماعه فبيضخ الدم، لكن الفينز البولس بتاعه او التون بتاعه قليل، ما فيهوش بولس ولا فيه نبض، فلما انت توسعه الدم يركن فيه ما يرجعش للقلب. يبقى لو حصل فينو دايلاتيشن يحصل ديكريز للفينس ريتيرن تو ذا هارت، فينو كونستريكشن هيزود للفينس ريتيرن تو ذا هارت، ارتريال بالسيشن ربنا سبحانه وتعالى دايما خالق الارتري جنب الفين. ليه؟ لان الارتري فيه بولس، النبض ده ينتقل ميكانيكالي، ينتقل للفين هيلب الفينس ريتيرن. يبقى اول نقطه بامبنج فورس اوف ذا هارت، نقطه نمبر 2 هي الفاسكولار فاكتور. الفاسكولار فاكتور تشمل الدايمتر اوف ذا ارتريولز، الدايمتر اوف ذا كابيلاريز، الدايمتر اوف ذا فينيولز، واخيرا الارتريال بالسيشن. تعالى بقى نشوف النقطه اللي بعدها، انا عندي الدم هيجي منين؟ الدم هيجي من الفينز، من المنطقه دي هيوصل لهنا. خلي بالك انا افترض ان الشخص ده واقف، اللي قدامي ده واقف، طيب ازاي يا دكتور الدم بيطلع من تحت لفوق ضد تاثير الجاذبيه الارضيه؟ نشوف، هقول لك نمبر 1 ان في عندي فينوس بريشر جريدينت. يعني ايه؟ في بريشر موجود عندي في البريفرال فينيولز هنا كده، هنا كده يا جماعه مقداره 7 ل 8 مليمتر ميركوري، بنسميه مين سيركيولاتوري بريشر، يعني متوسط ضغط الدم ما بين الارتري والفينز عند النهايه في البريفرال فينيولز 7 ل 8 مليمتر ميركوري. طيب انا برجع الدم فين؟ للرايت سايد اوف ذا هارت، الضغط في الرايت اتريوم هنسميه رايت اتريال بريشر، حوالي 0 ل 2 مليمتر ميركوري. فاكرين لما خدنا السايكل يا جماعه كنت بقول لك ان الضغط دايما في الاتريوم بتراوح من 0 ل 2، ما بيعلاش عن كده، ممكن يوصل 3 او 4 بالكتير جدا يعني. رايت اتريال بريشر 2 او 2 مليمتر ميركوري، ده ساعات بنسميه كمان سنترال فينس بريشر او سي في بي، هو البريشر بتاعه الفينز الجريد فينز السبيرو فينا كافا، هم داخلين الرايت اتريوم بيبقى من 0 ل 2 مليمتر ميركوري. اوكي تمام، فاذا انا معايا فرق ضغط، الضغط تحت 7 ل 8 وفوق 2، انا معايا فرق ضغط مقداره 5 مليمتر ميركوري، ذات از هيلب فينس ريتيرن. يعني لو زاد المين سيركلات بريشر يا اخوانا كده زاد ده، والرايت اتريال بريشر فوق ثابت، الفينس ريتيرن هيزيد. لو قل الرايت اتريال بريشر والمين سيركلات بريشر ثابت، الفينس ريتيرن هيزيد. ليه؟ لان الفينس بريشر جريدينت بيساوي، خد بالك كده معايا، هيساوي المين سيركيولاتوري بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر. فبالتالي الفينس بريشر جريدينت يزيد امتى؟ لو زاد المين سيركيولاتوري بريشر وقل الرايت اتريال بريشر. تمام،
طيب يبقى النقطة اللي بعد كده خدناها الفينوس بريشر جريدينت. ايه اللي بيعوض انا دلوقتي وانا واقف كده يا اخوانا، ايه اللي بيخلي الدم كمان هيلبد ان هو يطلع لفوق ضد تأثير الجاذبية الأرضية؟ السكليتال مسل. يا جماعة سكليتال مسل بنسميها مسل بامب. الفينز ربنا سبحانه وتعالى خلقها في قلب، الديب فينز موجودة في قلب السكليتال مسل، لان لما العضلات دي بتنقبض سواء اثناء المشي او اثناء الاكسرسايز او حتى وانت قاعد اثناء الريست، العضلات بيكون فيها حاجه اسمها تون، يعني بارشال كونتراكشن، ده سكويز الفينز، اعصر الفينز، عامل بالظبط كان معاك خرطوم وانت بتضغط على طرف الخرطوم ده عشان تزود الدم الراجع للقلب، اوكي، او عشان تزود السرعه بتاعه الدم. عشان كده احنا بنسمي السكليتال ماسل ايه يا جماعه، بنسميها بريفرال هارتس. بريفرال هارتس كانها قلوب طرفيه، يعني القلب بيضخ الدم للجسم كله والسكليتال ماسل بامب البلاد تو ذا هارت. اوكي اخش بعد كده بقى في الثوركس، اطلع بعد كده طبعا الهارت اذا ثوراسيك فيسكس موجود في قلب الثوركس. هناخد ان شاء الله المحاضره اول ما نبدا موديول الريسبيريشن، اول درس عندنا حاجه اسمها الانترا ثوراسيك بريشر. الانترا ثوراسيك بريشر يعني الضغط انسايد ذا ثوراسيك كافيتي اولويز نيجاتيف، نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر. وكلمه نيجاتيف هنا يا اخوانا معناها مش تحت الصفر، يعني تحت الصفر اللي هو رقم صفر، لا كلمه نيجاتيف مقصود بيها اقل من الضغط الجوي. انا هعتبر ان الضغط الجوي اللي هو 760 ملم زئبق دول 0 ملم مركري. لو الضغط انا قسته مثلا طلع 758، فانا بدل ما اقول 758 بنقول ماينس 2. طب انا قسته طلع 762 بنقول بوزيتيف 2. اذا كلمه بوزيتيف اند كلمه نيجاتيف مقصود بيها سب اتموسفيريك اور سوبرا اتموسفيريك. فالضغط انسايد ذا ثوركس هو مالناش دعوه بقى الميكانيزمات بتاعتها، هناخدها في كتاب الريسبيريشن. انا ليا بس الفكره ان الضغط انسايد ذا ثوركس از نيجاتيف، يعني اقل من الضغط الجوي. لكن الضغط موجود في الابدومين از بوزيتيف، اعلى من الضغط الجوي. فده ايه يا جماعه؟ سكويز البلد، بيساعد الدم. عشان كده انا لما كنت بعمل انسبيريشن لما خدنا ريسبيراتو سينس اريزميا بيبقى مور نيجاتيف، فالفينوس ريتيرن يزيد اكتر، فالهارت ريت يزيد اكتر، اللي كنا بناخدها في البيمبرج ريفلكس. بس يعني هناخد التفاصيل بتاعتها اكتر في موديول الريسبيريشن ان شاء الله، دي اول محاضره ان شاء الله في كتاب الريسبيريشن اللي هو الانترا فلورال بريشر. عشان كده في تكنيك جميل قوي اسمه فالزالفا مانوفر. ايه الفالزالفا دي؟ خد بالك كده معايا، معلش يعني انا اسف في اللفظ يا اخوانا، هو فالزالفا يعني الحزق. الحزق لما واحد بيجي يحزق هو بيعمل ديب اكسبيريشن بس قافل الجلوتس، قافل لسان المزمار. دي الحاله الوحيده اللي الانترا ثوراسيك بريشر فيها يبقى بوزيتيف، يتعكس. فبالتالي الفينوس ريتيرن هيقل، فالكاردك اوتبوت هيقل، فالدم اللي هيوصل للبرين هيقل، فالشخص ممكن يعمل فالزالفا، ممكن يفقد الوعي اثناء الحزق، يعني يفقد الوعي. فاهمني؟ دي الحاله الوحيده the only condition at which the intrathoracic pressure becomes positive، اللي هو لو انا عملت deep expiration against closed glottis وانت قافل لسان المزمار زي الشخص اللي بيجي يحزق كده. تمام، يبقى دي اللي هو الثوراسيك بامب او النيجاتيف انترافلورال بريشر. تعالى بقى نعد النقط اللي احنا قلناها كده يا اخوانا، نعدهم كده مع بعض. بص بقى معايا، هقول لك رقم واحد الباور اوف ذا هارت، رقم اثنين دايمتر اوف ذا ارتريولز، اثنين دايمتر اوف ذا كابيلاريز، اثنين دايمتر اوف ذا فينيولز، ومعاهم الارتريال بالسيشن. كل دول هنسميهم فاسكولار فاكتورز. ثلاثة فينوس بريشر جريدينت، البريشر هنا 7 لـ 8 لكن فوق 0 لـ 2. 4 سكليتال ماسل كونتراكشن او بنسميها الماسكولار بامب. 5 النيجاتيف انترا بلورال بريشر بنسميها الثوراسيك بامب. تعالى بقى 6 هي البلاد فوليوم، طبعا لو حجم الدم هيزيد اوف كورس الفينوس ريتيرن هيحصل له يا جماعه، هيزيد، دي نقطه عبيطه، حجم الدم هيقل زي في حالات النزيف يبقى الفينوس ريتيرن هيقل. 7 بقى انا سايبها للاخر هي جرافيتي او الجاذبيه الارضيه. اوف كورس يا جماعه من الرسمه اللي قدامي كده، الجرافيتي هيلب الفينوس ريتيرن فروم ذا سبيرو فينا كافا، من الجزء اللي جاي من الدم من فوق، لان الدم نازل من الهيد والنك مع الجاذبيه الارضيه، لكن الدم بيطلع تحت اهو ضد الجاذبيه الارضيه،
طب ايه الفاكتورز اللي كاونتر اكتد افكت اوف ذا جرافيتي؟ كل ما سبق شرحه، كل اللي انا قلته، الباور اوف ذا هارت، الفينوس بريشر جريدينت، الماسكولار بامب، الثوراسيك بامب، بالاضافه الى وجود الفالفز اللي موجوده فينا يا جماعه في الفينز. لو انا واخد وضع الرؤاد اللي هو بنسميه الريكامبنت بوزيشن، اوف كورس اثناء الريكامبنت بوزيشن الجرافيتي مش هيبقى لها تاثير، لكن انا لما ببقى قاعد واقف مره واحده يا جماعه، فبالتالي الجرافيتي بتوبوز الفينوس ترن فروم ذا لور هاف اوف ذا بودي، ودي مشكله الناس اللي بتقفل لفترات طويله، لان الناس لما بتقفل لفترات طويله بيبدا جزء من الدم يرجع مره ثانيه مع الجاذبيه الارضيه، فده اللي يخلي انتخطاه في الباثولوجي، يخلي الفين يبقى دايليتد الونجيتد اند تورشوس، دي اللي بنسميها الفاريكوز فين. ده بسبب تاثير الجاذبيه الارضيه على الفينوس ريتيرن. تمام، يبقى دي اول نقطه خلينا اللي هي بريلود عشان اقعد اشرح. خلاص قلناها، نخش بقى على نشوف بقى نقطه رقم 2 اللي هي المقصود بيها افتر لود. ايه الديفينيشن بتاع الافتر لود؟ افتر لود تعريفها هي عباره عن ريزيستنس ان فرونت اوف ذا هارت. فاكرين الرسمه اللي خدناها في بدايه المحاضره لما كنا شغالين وقلنا العجله، الراجل اللي كان راكب العجله ده اللي بيزقه من ورا ده البريلود اهو، ده اللي بيزقه من ورا. طب انا بعد كده لما اجي امشي بقى قدامي في مقاومه، المقاومه دي هي الافتر لود، يبقى المقاومه اللي قدام القلب. المقاومه اللي قدام القلب بتبقى معموله من يا جماعه، معموله من اول حاجه افتح الحنفيه دي اهو، الحنفيه دي المقصود بيها الاورتيك فالف لو انا بتكلم على ليفت سايد، فالمونري فالف لو انا بتكلم على رايت سايد. نقطه رقم 2 هو احتكاك الدم بجدار الشريان، احنا سميناها ارتيريال بلاد بريشر يا جماعه. فعايزين نعرف بقى ايه تاثير الارتيريال بلاد بريشر على الكارديك اوتبوت. لو ظبط ضغط الدم هل هياثر على كميه الدم القلب بيضخها ولا لا؟ يعني انا دلوقتي خد بالك كده معايا ببسطه خالص، انا ماشي بالعجله وانا ماشي على طريق اسفلت، فالعجله طايره بجري بيها بسهوله خالص، حلو. جيت وانا ماشي على الطريق بتاع الاسفلت نزلت على ارض مش ممهده، فاللي هيحصل ان المقاومه قدامي هتزيد، تمام كده ولا لا؟ المقاومه زادت قدامي، فمنطقيا ان السرعه بتاعه العجله هتقل. طب انا اللي سايق العجله اعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا ازود القوه بتاعتي عشان اقدر اتغلب على المقاومه اللي قدامي، واقدر اعمل ايه يا جماعه؟ اوصل العجله للسرعه اللي انا كنت ماشي بيها على الاسفلت. صحيح انا وصلت للعجله لنفس السرعه اللي كنت ماشي بيها على الاسفلت، بس مين اللي بيعاني دلوقتي؟ انا اللي بعاني لان انا قدامي ريزيستنس عاليه. هو ده بالظبط اللي حصل في القلب. تعال نشوف بقى الكلام ده ازاي يا اخوانا، ركزوا كده معايا بالمثال اللي انا قلت لك دلوقتي. هنفرض ان حصل صدم، انا 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 يعني بتعمد ان انا اجيب لك سلايد فاضيه واكتب عشان تعرف احنا استنتجنا ازاي، لان هو الجزء ده عامل زي الماث يا جماعه بالظبط، رياضه. 1 plus 1 equal 2. تعال نشوف ازاي. sudden increase in arterial blood pressure هيؤدي الى increase resistance in front of the left ventricle. المقاومه اللي قدام الفنتريكل هتزيد. طب لو انا بتكلم على الرايت سايد هقول sudden increase in pulmonary blood pressure، هتزيد الريزيستنس ان فرونت اوف ذا ليفت فنتريكل، نفس الكلام. تمام، انا كنت ماشي بالعجل على الاسفلت نزلت بيها على الارض الغير ممهده، المقاومه اللي قدامي زادت، فطبيعي سرعه العجله قلت، نفس اللي حصل، ضغط الدم زاد، المقاومه اللي قدام الفنتريكل زادت. هو المفروض كان بيضخ كام يا جماعه؟ كان بيضخ 80 مللي لما كان ضغط الدم نورمال، فاللي حصل لما ضغط الدم زاد هيؤدي الى ان كومبليت امتينج اوف ذا فنتريكل. صح كده؟ يبقى هيزيد الاند سيستوليك فوليوم اللي هو ريزيدوال فوليوم. انا كل مره كان بيجي لي 130 بضخ 80 وبقى عندي 50، طب انا دلوقتي المقاومه قدامي زادت يبقى هضخ 60، يبقى هيبقى عندي كام يا جماعه؟ هيبقى عندي 70 بدل ما يبقى عندي 50، يبقى هيزيد الاند سيستوليك فوليوم وبالتالي هيقل الاستروك فوليوم وبالتالي هيقل الكارديك اوتبوت. ادي المعادلة رقم 1 اهو كده. في مشكلة ولا مفيش مشكلة؟ طبعا في مشكلة. طيب تعال بقى نشوف ازاي الليفت فنتريكل بيتغلب على المشكلة دي. After few beats the ventricle can restore the normal cardiac output.
نرجع للمثال اللي قلته لك، انا دخلت بالعجله من على الطريق السريع، نزلت على الطريق الغير ممهد على الارض اللي كلها طوب، فاللي حصل ان السرعه قلت، فانا عشان اتغلب على المقاومه زودت القوه بتاعتي عشان اتغلب على المقاومه عشان اوصل لنفس السرعه. ده اللي الفنتركل عامله بالظبط. خد بالك هنا بقى مين يا جماعه؟ الاند ستوليك فوليوم. شوف بقى اللي هيحصل ايه، الاند ستوليك فوليوم اللي بقى ده ويل بي ادد تو ذا نورمال اند دايستوليك فوليوم. انا بقى عندي النوادي 70، هيجي لي المره الجايه هم كده كده هيجي لي ال 130 بتوعي، فهيزيد ايه يا اخوانا؟ هيزيد الاند دايستوليك فوليوم. فلما الاند دايستوليك فوليوم يزيد هيزيد الانيشيال لينث، قانون ستارلينج. فلما يزيد الانيشيال لينث هتزيد الفورس اوف كونتراكشن، يبقى هيزيد الاستروك فوليوم. يبقى المره اللي بعدها بدل ما بضخ 60 رحت ضاخخ 65، اللي بعدها رحت ضخخ 70، اللي بعدها ضخيت 75، اللي بعدها ضخيت 80، قدرت افتر فيو بيتس ريستور النورمال كاردياك اوتبوت. صح كده يا اخوانا؟ يبقى انا بعد 3 او 4 بيتس قدرت ان انا استعيد الكاردياك اوتبوت للنورمال كونديشن مره تانية. قصه سهله جدا، انا ضخيت الدم، المقاومه قدامي زادت، ما عرفتش افضي كل الدم، فالدم اللي اتبقى بالاضافه للدم اللي جاي، اللينس زاد، قدرت ازود القوه، اتغلبت على المقاومه اللي قدامي. خلي بالك كده، ذا فنتريكل كان ريستور ذا نورمال كارديك اوت بوت، بط ذا فنتريكل سفر اكزيرشن. انا قلت لك انا قدرت اتغلب على المقاومه اللي قدامي، اه وانا سايق العجله، بس انا اللي بقى اعاني، انا سفرنج، لان انا ماشي على ارض غير ايه؟ غير ممهده. عشان كده ضغط الدم يا جماعه ان ميديسين از كولد سايلنت كيلر، ضغط الدم العالي سايلنت كيلر. ليه؟ لان الفنتريكل قدر يرجع كارديك اوت بوت ده نورمال، فكميه الدم رايحه للتيشوز سليمه، فمفيش حد بيعاني من حاجه. اوكي، لكن مين اللي بيعاني في الموضوع كله؟ الباشا الكبير اللي هو مين؟ اللي هو الفنتريكل. كل الناس اللي عندها ضغط الدم العالي نوت كنترولد، لما اجي اعمل لهم موجات صوتيه بتلاقي عضله القلب عندهم متضخمه، كونسنتريك هايبرتروفي اوف ذا كارديك ماسل او ذا ليفت فنتريكل. ده حاجه كويسه يا جماعه مش حاجه وحشه. ليه؟ لان العضله كل ما بتتضخم كل ما الفرصه قدامها بتزيد. انا دلوقتي لما عاوز اربي عضلات انا بشيل اوزان، اوزان اتقل، لكن مع الوقت اللي بيحصل ايه بقى؟ مع الوقت بيحصل هارت فيلير. ليه؟ لان العضله مش هتتنيها، انت لازم تعالج المقاومه اللي قدامك، لازم تعالج ضغط الدم العالي. طب لو ضغط الدم قل العكس هيحصل طبعا يا جماعه، هتبقى اعكس كل الاسهم وديك الموضوع بسهوله خالص، يبقى المقاومه اللي قدام الليفت فنتركل هتقل، فبالتالي الفنتركل هيفضي دم زياده عن المطلوب، فكميه الدم اللي راجع له هتبقى اقل او اللي باقيه فيها هتبقى اقل، فبالتالي الكارديك اوتبوت هيقل. اذا انا بمشي على بيز لاين، البيز لاين اللي قدامي اللي بيتحكم فيه هي المقاومه اللي قدامي، لو المقاومه اللي قدامي زادت قللت الكارديك اوتبوت، الفنتركل يقدر يزود الكارديك اوتبوت للنورمال مره ثانيه. لو المقاومه اللي قدامي قلت الكارديك اوتبوت بيزيد، الفنتركل بيقدر يقلله للنورمال مره ثانيه. يبقى انا رايي انا المتواضع يعني، والله انت لو طلعت من سنه اولى فاهم يعني ايه بري لود وفاهم يعني ايه افتر لود، ده بالنسبه لي يا جماعه انف انف جدا يعني. انا يعني اقول لكم بس كده موقف حصل معانا، احنا كنا في سنه خمسه طب في الاطفال، كنا بناخد علاج الهارت فيلير في الاطفال، فالاستاذ هو كان بيديها لنا فبيقول احنا بندي دراجز ويتش ريديوس ذا بري لود دراجز ريديوس افتر لود. سالناه يعني ايه بري لود يعني افتر لود، قال لنا ارجعوا لسنه اولى يروها في كتاب الكارديو عشان تفهموا يعني ايه كلمه بريلود يعني ايه افتر لود. بريلود طبعا اللي هو الفينوس ريتيرن، وافتر لود مقصود بيه ضغط الدم الشرياني او الارتريال بلاد بريشر. تعال نشوف مع بعض بقى النقطه رقم 3 المقصود بيها الهارت ريت، ايه تاثير الهارت ريت على الكارديك اوتبوت. احنا خدنا رقم 1 بريلود، رقم 2 افتر لود، 3 بقى اللي هم 3 و4 اللي هم الاثنين اللي موجودين في القانون، لما قلنا ان السي او بي بيساوي heart rate timed stroke volume. تعالى بقى نشوفها كده، هو منطقيا ان لو زاد الهارت ريت هيزيد الكارديك اوتبوت وفايس فيرسا، لو قل الهارت ريت هيقل الكارديك اوتبوت. الكلام ده بيحصل امتى؟ على الاقل اكون مثبت الاستروك فوليوم، ده يكون ثابت عشان المعادله الرياضيه تمشي صح، يبقى لازم يكون الاستروك فوليوم ثابت، او ان الاستروك فوليوم يزيد لما الهارت ريت يزيد او يقل لما الهارت ريت يقل. الكلام ده بيحصل امتى؟ في حاله ان لما الهارت ريت يزيد ومعاه زياده في الفينوس ريتيرن، لان انا لسه قايل لحضرتك من 10 دقايق ان الفينوس ريتيرن هو المين ديترمينانت فاكتور افكتنج ذا ستروك فوليوم. انا دلوقتي بلعب كوره اكسرسايزنج، الهارت ريت زاد، الفينوس ريتيرن زاد، فالستروك فوليوم هيزيد، فالمحصله الكارديك اوتبوت هيزيد. هارت ريت قل، فينوس ريتيرن قل، ستروك فوليوم هيقل،
فالمحصله ان الكارديك اوت بوت هيقل. الكلام بقى كله بيحصل فين، او الدايليما كلها في ايه، البروبلم كلها في ايه، ان يحصل تشينج في الهارت ريت ويز فيكسد فينوس ريتيرن. الفينوس ريتيرن عندي ثابت يا جماعه، يعني الهارت ريت يزيد والفينوس ريتيرن ثابت، الهارت ريت يقل والفينوس ريتيرن ثابت. ايه تاثيره بقى على الكارديك اوت بوت؟ يبقى هناخد بقى التشينج اللي بتحصل في الهارت ريت with fixed venous return او with constant venous return. قال لك والله التغير ده ممكن يبقى بالزياده او ممكن يكون بالنقصان، والزياده دي ممكن تبقى physiological يعني mild and moderate، وممكن تبقى pathological يعني severe، وكذلك النقصان ممكن يبقى physiological وممكن يبقى pathological. تعال نشوف يعني ايه كلمه فيسيولوجيكال تشينجز في الهارت ريت. مقصود بيها ان الهارت ريت لما يقل ما يقلش عن 50 بيب بير مينيت، ولما يزيد ما يزيدش عن 200 بيب بير مينيت. هو ده يا جماعه الفيسيولوجي، مايلد تو مودريت تشينجز ان ذا هارت ريت. هل الهارت ريت ممكن يتعدى ال 200؟ ده الباثولوجي، الهارت ريت يتعدى ال 200 ده الباثولوجيكال تشينج في الهارت ريت. اوكي، يبقى فيسيولوجيكال مقصود بيه ان لما الهارت ريت يقل بس ما يقلش عن كام يا جماعه؟ عن 50، ولما يزيد ما يزيدش عن 200. فيسيولوجيكال تشينجز في الهارت ريت سواء كان بالنقصان او سواء كان بالزياده يا جماعه بيبقى معاه كونستنت كارديك اوت بوت. فيسيولوجيكال هنا معاه كونستنت كارديك اوت بوت. اما الباثولوجيكال تشينجز، الباثولوجيكال تشينجز في الهارت ريت انه يقل عن 50 او يزيد عن 200، في الحالتين الاثنين هيقل الكارديك اوت بوت، هيقل الكارديك اوت بوت، وهنا هيقل الكارديك اوت بوت. الكلام ده في حاله ان الفينوس ستيرن يا اخوانا ثابت. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده جه منين. الكلام ده بيجي ببساطه خالص، انت عندك معادله، المعادله بتقول ان الكارديك اوت بوت بيساوي حاصل ضرب الستروك فوليوم في الهارت ريت. فالهارت ريت يا جماعه لما بيزيد بس ما بيتعداش ال 200 بيكون معاه بنفس الطريقه نقص في الستروك فوليوم، فالكارديك اوت بوت يبقى ثابت. الكارديك الهارت ريت لما بيقل بس ما يقلش عن ال 50 بيكون معاه زياده في الاستروك فوليوم، ففي الحاله دي الكارديك اوت بيبقى ثابت. جت منين يا عم؟ تيجي بطريقه سهله خالص. طريقه سهله خالص ازاي؟ بص كده معايا، انا دلوقتي تحبوا نبدا بمين، بالزياده ولا بالنقصان؟ نبدا بالزياده، زياده الهارت ريت. حلو، يعني الهارت ريت مثلا بقى 120 دقه في الدقيقه او 130 دقه في الدقيقه. لو احنا كنا بناخد في المحاضره بتاعت الكارديك سايكل قلنا ان الديوريشن بتاعت الكارديك سايكل كام يا جماعه؟ 0.8 سكندز، ده في حاله ان الهارت ريت 70 دقه في الدقيقه. تمام كده، فتره الدوره الدمويه الواحده كانت 8 من 10 من الثانيه. فانا دلوقتي لما الهارت ريت يزيد معناه ان الديوريشن بتاعت السايكل هتقل، وهي السايكل عباره عن ايه؟ عباره عن سيستول اند دايستول. فاللي بيحصل ان الديوريشن بتاعت الفنتريكولر دايستول هتقل. طيب ايه اللي كان بيحصل اثناء الفنتريكولر دايستول؟ هو فنتريكولر فيلينج، كان بيحصل ماكسيموم فيلينج فيز ريديوس ديفيلنج فيز، وبعد كده يجي الاتشرال سيستول. يبقى لما يقل الفنتريكولر دايستول هيقل الفنتريكولر فيلنج اللي هو يا جماعه الاند دايستوليك فوليوم، فطبيعي هيقل الاستروك فوليوم، لان انا اتفقت معاك ان الاستروك فوليوم بيساوي الاند دايستوليك ناقص الاند سيستوليك. يبقى انت ملاحظ ايه بقى؟ بص معايا، لما الهارت ريت زاد سهم واحد الاستروك فوليوم قل سهم واحد. خدت بال حضرتك كده؟ وضحت؟ فبالتالي الكارديك اوت بوت يبقى ثابت. طب اللي ما فهمش دي ركز معايا في النقطه الثانيه، العكس بقى، لو قل الهارت ريت بص كده معايا اهو، هيقل الهارت ريت بس ما يقلش عن كام؟ عن 50 بيب بير مينت. معناه ان الديوريشن بتاعت الكاردياك سايكل بدل ما هي 8 من 10 من الثانيه مثلا بقت 1.1 من 10 من الثانيه، يبقى هيزيد الديوريشن بتاعت الفنتريكولر دايستول. والفنتريكل بيتملى بالدم امتى؟ اثناء الفنتريكولار دايستول، يبقى هيزيد الاند دايستوليك فوليوم. الفنتريكل اتملى اكتر بالدم، يبقى معنى كده ان هيزيد الاستروك فوليوم. يبقى لما الهارت ريت قل سهم الاستروك فوليوم زاد سهم، فبالتالي الكارديك ابوت بقى يا اخوانا بقى ثابت. طبعا في الحالتين الاثنين النقصان في طرف بيعوضه الزياده في الطرف الثاني. الكلام ده بيحصل لو الهارت ريت رينج فروم 550 بيبر مينت تو 200 بيبر مينت. طب لو تعدى بقى الهارت ريت، تعدى ال 200 بيبر مينتس او قل عن ال 50 بيبر مينتس، تعدى ال 200 مثلا زي في حاله الباروكسيزمال تاكي كارديا، او قل عن ال 50 زي في حاله الهارت بلوك. يعني انا شغال بالايديو فنتريكولار ريزم فبيبقى من 25 ل 30 بيبر مينت،
بص بقى هنا عند الهارت ريت قل او نفس الرسمه قل، بس بدل ما يقل سهم واحد قل مثلا ثلاث اسهم لان قل جدا، فالفنتريكولار دايستول هيزيد، الاند دايستوليك فوليوم هيزيد، يبقى الاستروك فوليوم هيزيد. بس حضرتك هتلاحظ ايه؟ هو قل ثلاث اسهم لكن زاد سهمين، يبقى الزياده اللي في الاستروك فوليوم مش عارفه تعوض النقصان اللي حاصل فين؟ اللي حاصل في الهارت ريت، عشان كده الكارديك ادو بيقل. والعكس طبعا لو زاد الهارت ريت تعدى ال 200 ما بيلحقش يملى اصلا، الفنتريكل ما بيلحقش يملى، فالاند دايستوليك فوليوم هيقل جدا وبالتالي الاستروك فوليوم هيقل جدا، بس النقصان اللي في الاستروك فوليوم اكتر من الزياده اللي في الهارت ريت. دماغكم ساحت، انا حاسس كده ان الدنيا دخلت في بعض، الموضوع بسيط خالص مفيش فيه اي مشكله، ركز مع بعض ونهدى كده نشوفها كده بالسلايدز، هتلاقي الموضوع معانا بسيط. الهارت ريت لو زاد ومعاه زياده في الاستروك فوليوم الكارديك اوتبوت هيزيد، الهارت ريت لو قل ومعاه نقصان في الاستروك فوليوم الكارديك اوتبوت هيقل، دي مفيش فيها اي مشكله خالص. انما ان يحصل تشينج في الهارت ريت ويز فيكسد فينس ريتيرن هو ده اللي فيه الكلام. فتعالى نشوفها كده بقى بالارقام اهو، فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال، والفيسيولوجيكال ده كان انكريز ولا ديكريز. اه يا جماعه ادي السلايد اهي، بصوا معايا كارديك اوتبوت هارت ريت في ستروك فوليوم، الهارت ريت زاد بقى 100، شوف الاستروك فوليوم قل كام؟ بقى 50، يبقى المحصله 5000. هنا الهارت ريت قل 50 الاستروك فوليوم زاد بقى 100 فالمحصله 5000. يبقى سو فيسيولوجيكال تشينجز هاف نو افكت على الكارديك اوتبوت ات ذا ار كومبوزيت باي ستروك فوليوم، الزياده في ناحيه في نقصان في الناحيه الثانيه بنفس الدرجه، النقصان في الهارت ريت في زياده في الاستروك فوليوم بنفس الدرجه. لكن الباثولوجي بقى، الباثولوجي لا، هنا الطرف ما بيعوضش الطرف. هنا الهارت ريت وصل كام يا جماعه؟ وصل 200، وصل 200 بيب بير مينت، ده الفنتريكل اصلا ما بيلحقش يملى خالص، مفيش وقت، السايكل الزمن بتاعها قل جدا، فالفنتريكل ما بياخدش وقت للامتلاء، فبالتالي الاستروك فوليوم قل جدا بقى 20، يبقى ال 20 في 200 ب 4000، يبقى انا كده قليت لتر مع ان الهارت ريت زايد، بس مش قادر يعوض النقصان اللي حاصل في الاستروك فوليوم. والعكس هنا الهارت ريت قل بقى 30 بيب بير مينت، الاستروك فوليوم زاد جدا، بس الزياده اللي في الاستروك فوليوم مش قادره تعوض النقصان اللي حاصل في الهارت ريت. So pathological changes reduces the cardiac output. النقطة الأخيرة بقى في المحاضرة بتاعتنا يا جماعة اللي هي forces of the myocardial contraction أو strength of the myocardial contraction اللي هي الستروك فوليوم، يعني اللي احنا خدنا فيها نقطتين البريود والافتر لود. بقيت النقط بقى أي حاجة هتزود قوة الانقباض بتاعت عضلة القلب اوف كورس هتزود الستروك فوليوم وبالتبعية هتزود الكارديك اوتبوت، والعكس صحيح يا جماعة. طبعا الفاكتور ده افكتنج الكارديك كونتراكتيليتي احنا بنقسمها الى انترنسيك فاكتورز اللي هو ستارلينج لو، ستارلينج اللي هو الهيتيرومتريك اوتو ريجوليشن انا اتكلمت عنه بالتفصيل اللي هو البريلود، والهومومتريك هومومتريك اوتو ريجوليشن اللي هو مقصود بيه الافتر لود اللي احنا قلناهم خلاص وخلصنا منهم، او ممكن تبقى اكسترنسيك فاكتورز افكتنج ذا كارديك اوتبوت زي مثلا السيمباثيتك سيستم طبعا هيزود، باراسيمباثيك سيستم طبعا هيقلل فورس اوف كونتراكشن ما عدا الفنتركل لان الفيجاي نوت سبلاي ذا فنتركل، الستير كيس فينومينا وشرحناها قبل كده، الدراجز مثلا زي الديجيتاليس هيزود الفورس اوف ذا كارديك كونتراكتيليتي، الكالسيوم ايونز هيزود الفورس اوف كارديك كونتراكتيليتي، الكالوزيس هيزود الفورس اوف كارديك كونتراكتيليتي، والعكس في ادويه بتقلل الهارت ريت زي مثلا الكالسيوم شانلز بلوكرز او البيتا بلوكرز او الباراسيمباثوميتك دراجز زي الاسيتيلكولين. خلاص يعني اي حاجه هتزود الاستروك فوليوم هتزود الكارديك اوتبوت، اي حاجه هتقلل الاستروك فوليوم هتقلل الكارديك اوتبوت. موضوع مهم جدا في الامتحان، هقول لحضراتكم بقى ان شاء الله المحاضره الجايه لما ابدا بيها، انا عايزك تذاكر الدرس كله على بعضه، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على، انا هعيد تاني الاسترانس بتاع الفنتريكال كونتراكشن دي هشرحها بتفصيل اكتر، وهناخد الكارديك ريزيرف واقول لك السؤال بيجي ازاي في الامتحان. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.